بصفتي المسؤولة عن فرق متابعة جرد بيانات الشبكة الكهربائية، أتكلف يومياً بمراقبة أنشطة الشركة ومتابعة فرقها المتخصصة في ميدان الكهرباء، كما أقوم بتحليل الخرائط بالتنسيق مع كل من قسم الاستغلال والأشغال الكهربائية وقسم الدراسات لجميع أصناف البيانات المرتبطة بالشبكات الكهربائية ومحطات التوزيع العمومية التي تلعب دوراً مهماً في منظومة توزيع الكهرباء. هذا المشروع يقوم بتحصيل شبكة كهربائية تتكون من 700 كيلومتر من شبكة الجهد المتوسط و1650 كيلومتر من شبكة الجهد المنخفض، والتعريف بما يناهز ب 850 مركز تحويل تشمل العمومي والخاص. بالنسبة لمهام الفرق يتم توزيعها على النحو التالي: فرقتان متخصصتان في تعريف محطات التوزيع العامة ومراكز التحويل، وسبع فرق أخرى تقوم بتحديد واكتشاف الشبكات التح أرضية والشبكات الهوائية، وكل ذلك باستخدام جهاز لكشف الشبكات التح أرضية المصمم خصيصا لتجنب الشبكات المخفية تحت الأرض، وهو الجهاز الذي يتميز بسهولة الاستخدام والقدرة على اكتشاف الشبكات بشكل سريع وفعال. وتبرز ميزته في كونه متعدد الاستعمالات، فيمكن استخدام الجهاز بشكل فردي في وضع الكشف السلبي لاكتشاف الكابلات الكهربائية، وهو ما تعمل به فرق الاستطلاع أو بالاشتراك مع المرسل ذو التردد المزدوج لزيادة دقة الكشف. أما بالنسبة لأوضاع الكشف فتوجد اثنتان: الكشف السلبي ديتكسيون باسيف يعتمد على اكتشاف الإشارات التي يبثها الكابل أو الأنبوب كاناليزاسيون تلقائيا دون الحاجة إلى مولد إشارة. يتم تصنيف الإشارات السلبية إلى فئتين 50 هرتز والراديو. ثانيا: الكشف النشط يتضمن اكتشاف الشبكة عن طريق تحديد إشارة محددة يتم حقنها باستخدام مولد جينيراتور. يتم حقن الإشارة من جهة الهبوط كوتي أفال للجهة الصاعدة كوتي أمو. هناك ثلاث طرق لحقن الإشارة: انجكسيون دو سينيال، التوصيل المباشر غاكوردمون ديريكت، أو باستخدام المشبك افيك لابانس، أو بوضع تيار مود اندكسيون. يعتبر استخدام المشبك وسيلة فعالة وآمنة لتطبيق إشارة الكشف على كابل متصل. بالنسبة لعملية الجرد الميداني المكونات شبكة توزيع الماء الصالح للشرب وشبكة تطهير السائل تعتبر خطوة حيوية في المشروع ديالنا. بالنسبة لشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، يتم أولا تحديد مواقع رئيسية للمرافق والمحطات المرتبطة توزيع المياه مع توثيق إحداثيات جغرافية لتسجيلها في النظام، ثم يتم فحص الأنابيب والصمامات وتوثيق معلومات وصفية حول قطر الأنابيب، نوع الصمامات، وذلك وفقا لنموذج البيانات الوصفية المحددة والمفعلة من المرحلة الأولى للمشروع. أما بالنسبة لشبكة تطهير السائل فعملية الجرد تتم عبر أربع فرق وتحتاج لمعدات خاصة، خصوصا من أجل التعرف على اتجاه مجرى المياه العادمة ومختلف مكونات أخرى لشبكة تطهير السائل كعمق البالوعات على سبيل المثال، أي ما يسمى بالليروغار. بالإضافة إن هذه العملية تحمل تحديات مختلفة مرتبطة خصوصا بالعوامل المناخية وأولها الأمطار.